السلام عليكم وحلقة جديدة من برنامج فلاش. صراحة الأرقام المرتفعة ديال كوفيد 19 والمتحور دلتا اللي اجتاح بطبيعة الحال البلاد ديالنا المغرب بحال عدد كبير من الدول، الإصابات بها غادة وكترتفع. الأمر راه خطير وخطير جدا. كنطلبوا من المواطنين أنهم يلتزموا بكل مسؤولية، لأن الوضع راه كما قلت راه أكثر من خطير. علاش؟ لأنه المستشفيات امتلأوا عن آخر ديالهم في كل المدن المغربية، الممرضين والأطباء رجال الأمن ما غاديش نقول راهم عياو، وإنما راه أكثر من عياو، ولكن راهم باقين كيعملوا الواجب ديالهم، مشكورين على ذلك. وأيضا السلطات وأصحاب القرار بطبيعة الحال كيبدلوا واحد المجهود كبير باش نرجعوا للأرقام الصفر إن شاء الله، صفر ديال الحالات ديال الإصابات كوفيد. بطبيعة الحال كنتمنوا هاد الأرقام تنخفض، وكنتمنوا هاد الوباء يمشي علينا، لأنه صراحة وقع ضرر كثير في الاقتصاد الوطني وفي الحالات الاجتماعية بالبلاد ديالنا. عدد كبير من الفرص ديال الشغل ما بقاتش، عدد كبير من الشركات اللي استغناوا على العمال ديالهم. هادشي كله كيخصنا نفكروا فيه. باش غادي نفكروا فيه؟ بطبيعة الحال بأمور بسيطة، وهو الالتزام أننا نوضعوا الكمامة بالشكل الجيد ديالها، ما نتسالموش، ما نتعانقوش، نخليو مسافة الأمان فين ما كنا، في أي مكان، في المقهى، في المطعم، في المتجر، في المصلحة العمومية، في الشارع العام، في الشاطئ. هادشي كله خاصنا نلتزموا به. نتمنوا أنه يكون التزام مسؤول من طرف المواطنين. إلى اللقاء.